يعمل قبل ما اتكلم على الميركاتو فاروق والناس منتظره ميركاتو، لانه طبيعه المنافسه في الموسم اللي جاي مختلفه عن كل ما سبق. يعني تاريخ الكره في افريقيا هيكتب من جديد، سواء على مستوى السوبر ليج او على مستوى شكل الجديد لبطوله كاس العالم. فبتتكلم على مستوى منافسه اعلى واقوى، وزي ما انت هتستعد له في فرق تانية كبيره هتستعد له. السؤال هنا، كره الاهلي بخير وفريق الاهلي بخير اذا ما انتفت كل الاسباب اللي ادت للمشاكل الكتير اللي حصلت على مدار الموسم ده، ولا لا في حاجه محتاجه لاعاده حسابات واعاده نظر؟ ما هنا هنرجع بقى للقرار المصيري اللي خدته اداره النادي الاهلي بعد رحيل بيتسو موسيماني. كان في موسم لسه ما خلصش. ايوه. كان متبقي في الموسم اعتقد فتره، يعني لو حسبناها بالفتره اللي عدت في الموسم فهي فتره اقل. كان في اختيارين، اختيار يكمل مستر يكمل كابتن سامي قمصان لحد نهايه الموسم، او يجي المدرب الجديد اللي هو هيتولى تدريب الفريق في الموسم القادم. فاداره النادي الاهلي قررت ان المدرب الجديد يجي في وسط الموسم. ليه يجي في وسط الموسم؟ عشان يعرف اللعيبه، عشان يعرف طريقه اداره الامور في الكره المصريه ازاي، هياخد خبرات، هيكسب خبرات قبل فتره التحضير لبدايه الموسم الجديد. تمام. فنتكلم على مستر سواريش في خلال الفتره نكات شورت، يعني نقصر المسافات بالظبط، لان هو هيحتاج يعرف، لان هو خصوصا ان هو مدرب جديد على الكره المصريه. أي. جديد على الكره العربيه، ما عندوش اي خلفيه. فالفتره اللي فاتت دي كانت بالنسبه له، حتى هو في المؤتمرات الصحفيه لما كنت بتابع تصريحاته قال انا خلاص ابتديت اتعرف على بروفايل اللاعب المصري، ابتديت اتعرف على مميزات كل لاعب وعيوبه، ابتديت افهم اللاعب ده ازاي يستجيب للمعلومه، ازاي اقدر اطوعه لافكاري. فهو عرف في خلال الشهور اللي فاتت دي ازاي يتعامل مع اللاعب المصري. لكن لو رجعنا للاهداف اللي كانت محطوطه لمستر سواريش، سواء بطوله الدوري او بطوله الكاس او بطوله الكاس الجديده، فهو ما قدرش يحقق الاهداف دي. أي. واي مدرب مكانه كان اعتقد ان هو ما ينفعش نطالبه بالاهداف دي، لان انت في فتره صعبه جدا بعد 3 سنين تلاحم، اللعيبه الاساسيه مش في مستواها قبل ما تاخد راحه بعد كده. فاحنا بنتكلم هو من ناحيه اتظلم، لكن فنيا بقى نيجي نتكلم على المرحله اللي ادار فيها مستر سواريش النادي الاهلي، محتاجه خبراء فنيين من لجنه التخطيط في النادي الاهلي يقعدوا يتفرجوا على المباريات اللي ادارها مستر سواريش، يتابعوا كل التفاصيل الفنيه اللي كانت موجوده، ويبداوا يحكموا عليه كمدرب. هل هو يليق ان هو يدير النادي الاهلي في الموسم المقبل ام لا؟ لان ده نقطه مهمه جدا، لان في تذبذب واضح جدا في الافكار الفنيه لمستر سواريش. في مباراه ضد النادي المصري انا بلعب ميديم بلوك وسايب الاستحواذ للنادي المصري وما بضغطش من قدام، المباراه ضد فيوتشر انا بضغط عليه في مناطقه وهو فكر مختلف تماما عن مباراه المصري. ففي تذبذب واضح في الافكار، في اشكال مختلفه وانماط مختلفه للنادي الاهلي. بدايتي كنت بلعب 4-3-3، بعد كده رجعت ان انا العب 3-4-3، ففي حاجه مش واضحه. وهل الثقه اللي هتتحط في مستر سواريش، لان انت بتتكلم في موسم تدعيمات قوي جدا للنادي الاهلي، مين اللي هيحط الاسماء اللي هتيجي في النادي الاهلي؟ هو مستر سواريش والجهاز الفني، مين هيوافق على الاسماء دي؟ مستر سواريش والجهاز الفني. فانت بتتكلم لو اديته الفرصه ان هو يبقى متواجد في الموسم الجديد ويحكم على الصفقات اللي هتيجي ويقول ده يجي او ده ما يجيش، المدرب اللي هيجي بعده هيبقى ملتزم باللعيبه اللي موجوده دلوقتي. في تنسيق بالظبط، ده مهم جدا، زي برضه نقطه مستر موسيماني لما جاب لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، وحاليا سواريش موجود ومضطر ان هو يلعب ببيرسي تاو ولويس ميكيسون. فانت بتتكلم في قرار حاسم باستمرار مستر سواريش للموسم المقبل او لا. ولو كمل الموسم، احنا عارفين النادي الاهلي ما بيحاسبش بالقطع، دي حاجه معروفه. لو كمل وخدت القرار ان هو يكمل وشايف ان هو مدرب كفء يكمل الموسم المقبل، خلاص انت بتديه بقى الفرصه كامله في الموسم المقبل.